بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فعلى بركة الله نستأنف الدرس العلمي في المسجد الحرام في هذا اليوم الثلاثاء 19 من الشهر الثالث من عام 440,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في تفسير كتاب الله عز وجل وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلين الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم ممن شهد هذه المجالس المباركة فحفته الملائكة وغشيته الرحمة وتنزلت عليه السكينة وذكرهم الله في من عنده بمنه وكرمه. في هذا الدرس نستعرض الآيات من سورة الواقعة من الآية 57 إلى الآية 62، بدءا من قول الله عز وجل كما سمعنا في الصلاة: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. ما مناسبة هذه الآيات لما قبلها؟ الآيات التي قبلها في ذكر أقسام الناس يوم القيامة، وأنهم سابقون وأصحاب يمين والثالث أصحاب الشمال. لما ذكر أصحاب الشمال في آخر المقطع السابق ناسب أن يذكر بعده التقرير بتوحيده سبحانه وإفراده بالعبادة، لأنه ما دفعهم إلى أخذ كتبهم بشمائلهم إلا لأنهم أشركوا بالله وكفروا به ولم يحققوا توحيده، فناسب بعد هذه الآيات أن يقرر العقيدة والتوحيد والإيمان بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات والبعث والجزاء. إذن هذا هو مناسبة هذه الآية لما قبلها، لما ذكر أصحاب الشمال وذكر ما ينالونه من جزاء قرر بعد ذلك إثبات الربوبية والخلق والتوحيد، لأنهم إنما كانوا من أصحاب الشمال لأنهم أشركوا بالله، فناسب بعد ذلك أن يقرر القلوب بتوحيده سبحانه. بل إن قضية التوحيد وإثبات العقيدة الصحيحة في القرآن كله، القرآن كله كتاب توحيد وإيمان وعقيدة بكل أركان الإيمان وأنواع التوحيد وكذلك أركان الإسلام، لأن العبادات إنما تنشأ عن عقيدة، والأخلاق والقيم إنما ترتبط بالإيمان والعقيدة، كذلك حسن المعاملات من الصدق والأمانة وترك الغش والكذب والتدليس، إنما ذلك كله ناتج حينما يقوى الإيمان بالله عز وجل. ولهذا فوصيتنا للمسلمين جميعا العناية بالتوحيد، لأن التوحيد هو الأصل العظيم الذي من أجله خلق الخلق وبعثت الرسل وأنزلت الكتب، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فلواحد كن واحدا في واحدي أعني سبيل الحق والإيمان. إذن هذا ما يتعلق بمناسبة هذه الآيات لما قبلها. نحن خلقناكم، لاحظ التعبير بنحن ليثبت تعظيم الله عز وجل، وهي لفت للسامعين والمخاطبين بأن الله عز وجل مستحق للتعظيم، وتعظيمه يقتضي توحيده وعبادته على وفق المقتضى الشرعي والهدي النبوي، فلا تكون العبادة إلا على منهج محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ولزوم سنته ومنهج السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم من العناية بتوحيد الله والإيمان به وإخلاص الدين له وإفراده بالعبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ألا لله الدين الخالص. نحن العبارة التعبير بنحن لتعظيم الله عز وجل، وحينما يخاطب المخاطب والمتلقي بأسلوب التعظيم ممن يستحق التعظيم وهو الله عز وجل يكون ذلك أدعى لمعرفة قدر الله سبحانه في نفوس المؤمنين. وما قدر الله حق قدره، وكان الخطاب هنا للمشركين، فقدر الله حق قدره بتعظيمه وإجلاله. نحن خلقناكم، من المخاطبون هنا؟ من المخاطبون؟ إما أن نقول الأصل العموم، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والقول الآخر أن المخاطبون هنا الكفار وأصحاب الشمال الذين كفروا بالله عز وجل ولم يوحدوه جل وعلا ولم يؤمنوا به وأنكروا رسالاته بل وأنكروا البعث والجزاء. ولهذا جاءت هذه الآيات بتقرير البعث والجزاء. نحن خلقناكم، من الخالق؟ الله سبحانه وتعالى. من الرازق؟ الله جل وعلا. ولا يكفي فقط إثبات الخلق والرزق، لأن المشركين أثبتوا أن الخالق هو الله وأن الرازق هو الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لكن هذا لم ينفعهم لأنهم أشركوا بالله غيره وكفروا به. ولهذا فالمسلم حينما يعترف بخلق الله يجب، وهذا نوع من توحيد الربوبية، يجب أن يعنوا بتوحيد الألوهية. فتوحيد الربوبية هو إثبات ربوبية الله بأفعاله هو سبحانه كالخلق والرزق، بينما الألوهية إثبات عبوديته سبحانه بأفعال العباد. فلمن يتوجه إليه بالدعاء؟ إلى الله، بالصلاة لله، بالحج لله، بشفاء المريض لله، بقضاء الحوائج من الله، بدفع المضار وجلب المنافع من الله سبحانه. وهكذا يجب أن يتقرر هذا في نفوس الناس جميعا. ولهذا جاءت هذه الآيات أكبر دليل على تناقض الكفار. تناقض الكفار، نحن خلقناكم، الخلق لله، فلماذا تصرفون العبادة لغيره؟ ولهذا جاء فلولا، ولولا حرف امتناع لوجود، وهي هنا أداة تحضيض
وحث بقوة وشدة أنه لا بد من التصديق بالله عز وجل، والتصديق به يقتضي عبادته وإفراده بالعبودية سبحانه. ولهذا ظل من دعا غير الله، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نحن خلقناكم، الخطاب إما للعموم أو للكفار تبكيتا لهم وتوبيخا حينما صرفوا العبادة لغير الله، والخالق هو الله، فإنهم وقعوا فيما يخالف دين الله تبارك وتعالى. وأيضا إلزام بالحجة، إلزام بالحجة، ما دام ثبت أن الله هو الخالق فلولا تصدقون، هلا صدقتم وآمنتم بالله عز وجل وبالخلق وبالبعث والجزاء والحساب. قال الإمام مقاتل ابن سليمان معنى هذه الآية: خلقناكم ولم تكونوا شيئا. خلقكم من عدم، الذي خلقكم هو الله سبحانه وتعالى، ولم تكونوا قبله شيئا، قبل خلقه سبحانه. فأين من يدعون أنهم يخلقون؟ فليخلقوا ذبابا أو يخلقوا شيئا من المخلوقات ولن يستطيع. فالخلق حق الله عز وجل وحده، وأنتم تعلمون ذلك، يعني هم لا ينكرونه، ولهذا هم لا ينكرون الربوبية، فلزمتهم الألوهية. مدام أثبت أن الله هو الخالق، وأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، فليثبت بعد ذلك توحيد الألوهية، أنه لا معبود بحق إلا الله. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ليس معناها لا معبود إلا الله، بدليل أن الناس يعبدون آلهة غير الله، لكنها المراد بها لا معبود بحق إلا الله وحده. ولهذا فالذين يتوجهون إلى القبور وإلى الأضرحة وإلى من يدعون أنهم أولياء وأنهم صالحون، وكذلك حتى الأنبياء، لا يجوز صرف العبادة إلا لله وحده. وهذا هو ما قرره الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم. أفرأيتم، بعد ذلك أفرأيتم ما تمنون، الهمزة للاستفهام، والاستفهام هنا تقريري. أفرأيتم ما تمنون، يأتي تقريري لإثبات الخلق لله عز وجل، ويأتي إنكاري على الكفار الذين أنكروا عبادة الله تبارك وتعالى. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ مثال، نموذج، شاهد حسي على أن المستحق للعبادة هو الله وحده. أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تمنون، أخبروني، أفرأيتم أخبروني، أتى بمثال شاهد حسي على إثبات الربوبية والألوهية لله عز وجل. فالإنسان حينما يأتي أهله ويجامع أهله ويقذف ذلك المني، هذه آية من آيات الله عز وجل، يغفل عنها كثير من الناس في إطار الشهوة الجنسية، بينما هي آية ودليل وبينة على إثبات الربوبية والألوهية لله عز وجل. ولهذا جاء بهذا المثال الذي كثيراً ما يحدث عند الناس لكنهم يغفلون عنه. هذا السبب
من التواصل بين الرجل وزوجه في الجماع فيحصل قذف المني. إلى الآن هذا ما يستطيعه الإنسان وهو سبب، لكنه خلق الله، ولهذا جعل من هذه الآية دليلا على إثبات الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والإيمان والبعث والجزاء. هذا المني الذي يريقه الإنسان في الرحم، من الذي خلقه؟ الله. ما يمكن أحد ينكر ذلك، حتى الكفار، بل إن هذا بأطواره، من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم يكون خلق العظام، ثم بعد العظام تكسى لحما، ثم يكون مخلوقا سواه الله عز وجل في أحسن تقويم، ويسر خروجه وحمله رسالة العبودية لله سبحانه وتعالى. أفلا يكون ذلك دليلا على إثبات خلق الله واستحقاقه للعبادة يا من يتوجهون لغير الله؟ وهذا الخطاب إما لعامة الناس أو للكفار، فهذا دليل عظيم وآية من الآيات البينات على إثبات العقيدة والإيمان بالله سبحانه وتعالى. أفرأيتم، فعل أرأيتم، أين مفعوله؟ مفعوله ما تمنون، هذا المفعول الأول. والمفعول الثاني الجملة الاستفهامية، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم فيها قراءتان، قراءة الجمهور بتحقيق الهمز أفرأيتم، وقراءة نافع ورواية ورش أفرأيتم بتسهيل الهمزة وعدم تحقيقها، هاتان قراءتان في قوله أفرأيتم. ما تمنون فيها قراءتان، قراءة الجمهور بالضم من الفعل الرباعي أمنى يمني، وقرأ ابن عباس وأبو السمالي ومحمد ابن السميقع والأشهب العقيلي بفتحها. أفرأيتم ما تمنون، فرأيتم ما تمنون من منى يمني، والأولى من أمنى يمني، هاتان القراءتان وهما لغتان، هل هما بمعنى واحد أو بمعنيين؟ يعني تمنون وتمنون معناهما واحد أو أن لهما معنيين؟ الجمهور على أنهما بمعنى واحد، وذهب بعض أهل العلم إلى أن معناهما مختلف، فتمنون من الجماع، من مني الجماع، لأن مني الجماع هو الذي يترتب عليه الخلق والطفولة والسير في أطوار خلق الإنسان، وأما تمنون فهو من مجرد المني، أو حتى لو كان من احتلام، حتى لو كان من احتلام، والذي يظهر المعنى الأول، لأن المراد هنا نحن خلقناكم فلولا تصدقون في إثبات المني الذي يحصل من الجماع. سمي المني منيا لأنه يراق من ذكر الرجل إلى رحم الأنثى، ألم يك نطفة من مني يمنى، واحفظ منيك ما استطعت فإنه ماء الحياة
يراق في الأرحام، فإنه ماء الحياة يراق في الأرحام. أفرأيتم ما تمنون؟ ما هنا ما إعرابها؟ أفرأيتم ما موصولة، التقدير أفرأيتم الذي تمنونه، ويجوز أن تكون مصدرية بمعنى أفرأيتم إمناءكم، والذي يترجح أنها موصولة أفرأيتم الذي تمنون. ثم قال أأنتم، هنا التقرير، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ دليل عظيم على إثبات الربوبية ومن ثم الألوهية، لأن إذا تقرر الخلق تقررت العبادة، فلا تكون العبادة إلا لمن يخلق ويرزق ويتصرف في هذا الكون. وأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، في الآية الأخرى ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. ما معنى تخلقونه هنا أم نحن الخالقون؟ أي تقدرونه. من الذي قدر وجود هذه النطفة ثم العلقة ثم المضغة بهذه المراحل في أيام معينة وأشهر معينة؟ مجموعها 9 أشهر. اللي قدر هذا من؟ إنه الله المستحق للعبادة وحده دون سواه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. أنتم تقدرون في هالمراحل أم نحن؟ أم نحن الخالقون؟ تبارك الله وتعالى وتقدس، لا إله إلا هو ولا معبود بحق سواه. أم نحن الخالقون؟ أأنتم تقدرون في هذه الأطوار وتصورون، وصوركم فأحسن صوركم، تصورونه بشرا، أم نحن المقدرون له والمصورون له؟ وأم هي الموصولة وهي المتصلة أيضا بمعنى اتصال المعنى؟ أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ويجوز أن تكون منقطعة بمعنى قطع المعنى عن غير الله في هذا الخلق، لا يستطيع أحد إلا الله تبارك وتعالى. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ثم بعدها ماذا؟ نحن، شوف أسلوب التعظيم، لأنهم في نفيهم العبادة عن الله عز وجل لم يقدروا الله حق قدره، فناسب هنا أسلوب التعظيم والإجلال. أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. نحن قدرنا، فيها قراءتان، قدرنا بالتشديد وهي قراءة الجمهور، وقدرنا، ومنه آية المرسلات فقدرنا فنعم القادرون، هاتان القراءتان، الجمهور بالتشديد وقرئ بالتخفيف وهي قراءة مجاهد بن جبر التابعي المشهور تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، وحميد وابن محيص وابن كثير بالتخفيف. نحن
قدرنا بينكم الموت. وهل هما بمعنى واحد أم بمعنيين؟ ذكر المفسرون لذلك عددا من المعاني. نحن قدرنا أي قسمنا، ومنه قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشته. هنا تقدير الموت، نحن قدرنا بينكم الموت، وأيضا الموت دليل على الربوبية، الذي خلق من هو الله، والذي يميت من هو الله. فليس الموت بأخف من الخلق، وليس البعث أيضا بأهون من الخلق، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، إعادته أهون من أصل خلقه. فكل ذلك أدلة على إثبات الربوبية وإثبات الألوهية وتحقيق العقيدة والإيمان بالله عز وجل، وعدم صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى. قدرنا بينكم الموت، قسمناه عليكم، ووقتنا لكل فرد من أفرادكم أجله. وهذا أيضا دليل من الأدلة على إثبات الربوبية والألوهية. منكم من يموت صغير، ومنكم من يموت كبيرا، منكم من يموت صحيح، ومنكم من يموت سقيما. قال الضحاك معناه أنه جعل أهل السماء وأهل الأرض فيه سواء في الموت، وجعل أهل الأرض كما قال مقاتل وابن جرير فيه سواء، الصغير يموت والكبير يموت، والأمير يموت والمأمور يموت، والغني والفقير، وهكذا. كل ذلك دلالة على إثبات أن هناك من يتصرف في هذا الكون، وهو المستحق في العبادة للعبادة وحده دون سواه. هذا المعنى الأول في قدرنا، قسمنا، قسمنا. المعنى الثاني في قدرنا أو قدرنا، قضينا وكتبنا. من الذي كتب الموت؟ الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. والمعنى كلا المعنيين في التخفيف والتشديد، وفي معنى قسمناه عليكم أو بينكم، وقضيناه بينكم أو كتبناه بينكم، كلها بمعنى واحد، وهو إثبات أن الله عز وجل هو الذي يستطيع ذلك وحده دون سواه. لو اجتمع أهل الأرض وأطباء العالم على أن يقفوا لإحياء شخص مريض ما استطاع، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولهذا يأتي الإيمان بالقضاء والقدر بالله عز وجل في خيره وشره. يؤمن الإنسان بأن الأمر لله وحده سبحانه، لا نستطيع نحن البشر أن نقدم أو نؤخر، أن نقدم الحياة ثانية أو نؤخر الموت ثانية. من يفعل ذلك ويستحق العبادة هو الله سبحانه وتعالى. انظر إلى غلال الكفار والمشركين، واليوم الماديون والملحدون والمشركون مع الله غيره، كل أولئك أفلا يتفكرون بآيات القرآن؟ فلولا تصدقون، وجاءت فلولا تذكرون في ختام وعجز هذه الآيات. كل هذا دعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. نعم. وما نحن بمسبوقين، هذا نحن قدرنا بينكم الموت. وما نحن بمسبوقين، هذه الآية إما أن يكون الوقف فيها بنهاية هذه الآية، وهنا يأتي لها معنى
وما نحن بمسبوقين، أو أنها ترتبط بالمعنى الذي بعدها وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم. وهنا عدة معاني، ما نحن بمسبوقين ونقف، وما نحن بمغلوبين، فالقوة لله والقدرة لله والخلق لله، لا أحد يستطيع. وما نحن بمسبوقين، لا أحد يستطيع أن يسبقنا على شيء أردنا تأخيره أو أن يسبق لشيء أردنا تحديده، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. إذا كان المعنى وما نحن بمغلوبين، أي نحن القادرون فقط ولا أحد يقدر غيرنا، وإن تسبب متسبب كالطبيب مثلا، لكن القدرة الكاملة لله عز وجل. قد يكون الطبيب يبذل سبب يتأخر، يمحو الله ما يشاء ويثبت، تتأخر يعني الوفاة باتخاذ سبب من الأسباب، الغريق مثلا يغرق فينقذه الإنسان فيكون ذلك سببا في تأخير وفاته، إذ لو ترك لتحققت وفاته. فالسببية هنا سبب وهناك مسبب، والله عز وجل خالق الأسباب والمسببات، فلا يخلط الناس بين السبب والمسبب. الناس اليوم أكثر كثير منهم يعتمد على الدكتور، يا دكتور يا دكتور، قل يا الله، اسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، فلا تخلط بين السبب يا أخي، هذا مخلوق لا يملك إلا سبب، والسبب أيضا مرتبط بالمسبب وهو الله، إن شاء نفع هذا السبب وإن شاء لم ينفع. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا طبيب بطبه أرداك، قل للمريض وقد تماثل للشفاء، من يا مريض بطبه عافاك. الأمر لله والخلق لله والعبادة لله، وكل شيء في هذا الكون لله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. هذا من اللي يقوله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف الخلق وأكمله، لكنه في مقام العبودية، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. نعم، هذا معنى وما نحن بمسبوقين على الوقف. وما نحن بمسبوقين على، يعني ارتباطها بالآية بعدها، على أن نبدل أمثالكم، يعني لسنا بعاجزين على أن نبدل، أو أيضا مسبوقين على أن نبدل، لا أحد يسبقنا، لا أحد يستطيع، سواء في المعنى في نهاية الآية أو في صلتها بما بعدها. وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، لا أحد يسبقنا، بل نحن القادرون على أن نبدل أمثالكم، نأتي بخلق مثلكم أو بأفضل منكم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ولهذا قال في آية المعارج: وما نحن بمسبوقين على أن نبدل خيرا منهم، على أن نبدل خيرا منهم. قال الزجاج: نأتي بخلق مثلكم، إذا أردنا أن نخلق خلقا غيركم لم يسبقنا سابق ولا يفوتنا. وقال ابن جرير رحمه الله: المعنى نحن قدرنا بينكم الموت
على أن نبدل أمثالكم بعد موتكم بآخرين من جنسكم، وما نحن بمسبوقين في آجالكم، قدرناها، لا يتأخر متقدم ولا يتقدم متأخر، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخر، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، وأيضا لا يكفي أن نبدل أمثالكم، ننشئكم أنتم فيما لا تعلمون، ننشئكم فيما لا تعلمون. نحن الآن خلقناكم ثم أمتناكم وسنعيدكم، ولا أحد يسبقنا على ذلك، ومع هذا سننشئكم. الإيمان بالبعث والجزاء ويوم الحساب، وقد يكون الخلق كما أنتم، وقد ننشئكم أو ننشئكم فيما لا تعلمون، ليس على خلقكم، قادر أن نحيلكم قردة مثلا أو خنازير والعياذ بالله، كما مسخ أناس، قل هل ننبئكم بشر من ذلك، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وننشئكم فيما لا تعلمون من الصور، من الخلق، من الهيئات. قال الحسن رحمه الله: أي نجعلكم، أي قادرين على أن نجعلكم قردة، كما مسخ أناس في الدنيا، كما فعلنا بأقوام قبلكم. وقيل المعنى ننشئكم في البعث على غير صوركم التي تعهدونها في الدنيا. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: فيما لا تعلمون، يعني في شيء لا تعلمونه، في حواصل طيور سود تكون ببرهوت. برهوت هذا واد في اليمن. في حواصل طيور سود تكون ببرهوت كأنها الخطاطيف. هذا من المعاني التي أوردها المفسرون في قوله سبحانه: وننشئكم فيما لا تعلمون. وقال مجاهد رحمه الله: يعني في أي خلق شئنا أن نعيدكم كما كنتم، أو في أي شيء نختاره نحن لكم، ومن كان قادرا على هذا فهو قادر على البعث. الذي يستطيع أن ينشئكم فيما لا تعلمون مستطيع أن يبعثكم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه. ولهذا هذه آيات تقرير البعث. ثم جاء بدليل آخر: نحن قدرنا. شف تقديم العامل على المعمول، نحن قدرنا، غير قدرنا نحن، مثل إياك نعبد نعبد إياك، هذا دليل على الحصر، أنه لا يستطيع أحد أن يعيد الخلق إلا الله. نحن خلقناكم، من اللطائف فيها أن التقديم للعامل هنا دليل على الحصر، وهي خلاف قدرنا نحن، وهذا دليل على التوحيد والوحدانية لله. أتى بعد ذلك قال: نحن قدرنا بينكم الموت، وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. شوف خمسة أدلة. الدليل الخامس: ولقد علمتم النشأة الأولى، ولقد علمتم النشأة الأولى، وهي شف ولقد الواو للتأكيد، ولا وقد كلها لتحقيق النشأة الأولى. كلكم توقنون أن الخالق هو الله، علمتم هذه النشأة الأولى، من الذي أنشأكم أول ما كنتم هو الله، فالذي يستطيع أن ينشئكم مرة أخرى من الله، فإذا هو المستحق للعبادة وحده دون سواه. النشأة الأولى
هي التي في قولها فرأيتم ما تمنون، نحن خلقناكم، الأطوار. ثم بعد ذلك الولادة، ولم تكونوا قبل ذلك شيئا. قال قتادة والضحاك: يعني ولقد علمتم النشأة الأولى نشأة آدم، وليس فقط نشأتكم أنتم. وفعلا نشأة آدم دليل على بداية هذا الكون، فمنذ آدم والخلق يتتابعون إلى قيام الساعة. بعد ذلك فلولا تذكرون، وفي أول الآية فلولا تصدقون. شوف في عجزها، في صدرها وعجزها، كله يختم بعجز التحضيض والتأكيد والتحقيق بشدة والحث على أنه لا خالق إلا الله، ولا معبود بحق يستحق العبادة إلا الله. فلولا تذكروا، أي فهلا تذكرتم قدرة الله سبحانه على النشأة الأخيرة، وتقيسونها على النشأة الأولى في إثبات البعث والجزاء، وأنكم راجعون إلى الله ومقرر مصير كل واحد، إما إلى جنة وإما إلى النار. لقد علمتم النشأة. النشأة فيها قراءتان، قرأ الجمهور النشأة بالقصر، بقصر يعني المد، النشأة، وكأنها أيضا بالإفراد، وقرئ بالمد النشأة الأولى. قرأها مجاهد والحسن وابن كثير وأبو عمرو بالمد. هذا ما يتعلق بمعنى مفردات هذه الآيات وشرحها الإجمالي، إثبات الخلق والعبودية لله، وتقرير التوحيد والبعث والجزاء، ببيان دليل وأنموذج وشاهد، وهو هذا الخلق، خلق الله للإنسان، بداية من إراقته المني يعني الإنسان، ثم بعد ذلك. ولهذا الناس ينسون في غمرة هذه اللذة والشهوة هذا التفكر في هذه الآية من آيات الله. ثم ذكر سبحانه المراحل، وأنه سبحانه هو المتوحد في القدرة جمالا وكمالا، مما يدعو إلى تقرير العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذه الآيات، ونكتفي بهذا فيما يتعلق بالتفسير. الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله أبو هريرة وأبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بغلس، في بيان وقت الفجر. وقد ذكرنا قولين لأهل العلم في وقت صلاة الفجر، وأن قول الجمهور الأفضل التغليس، التغليس معناها الصلاة الفجر في أول وقتها، في أول وقتها. التغليس هو بداية الفجر، بداية الضوء مع بقاء الليل والعتمة والظلمة وسواد الليل في أول الفجر. وضده الإسفار، والإسفار معناه بياض النهار قبل أن تطلع الشمس، كل ذلك في حدود الوقت. هذان قولان لأهل العلم. قول الجمهور أن التغليس هو الأفضل على سبيل العموم والدوام. وذهب الحنفية في القول الثاني إلى أن الإسفار أفضل، وذكروا في ذلك بعض الأحاديث، وقد ذكرنا هذا في الدرس السابق. هنا مسألة تتعلق باستحباب التغليس. إذا قلنا باستحباب التغليس، فهل يترجح التغليس، أو هل يترجح التغليس على الدوام
ويستحب الإسفار لأمر عارض، لأمر عارض. فمثلا أهل قرية معروفون ولهم مسجدهم يصلون فيه، اتفقوا مثلا على أن والله مثلا في ليالي الصيف اللي يقصر فيها الليل، ويقولون للإمام: يا فضيلة الإمام، حنا والله ودنا لقصر الليل إننا نحيي سنة الإسفار لأمر عارض أو لحاجة مثلا ماسة، جاءك اليوم رياح ولا أمطار ولا عندهم مثلا مريض وإلا أي أمر من الأمور أو خوف، يخافون بعض الناس. لهذا عثمان رضي الله عنه لما اغتيل عمر، قتل في صلاة الفجر، كان ذلك في أول وقت الفجر بليل، وقد تقدم القاتل وهم لم يرونه، عندهم نور. لهذا عثمان رضي الله عنه كان من سننه الإسفار حتى يقطع الطريق أمام من يريد أن يوقع في المسلمين أذى، في الإمام أو في المصلي. وهذا ملحظ شرعي ولا غير ملحظ شرعي؟ ولهذا كان من سنة عثمان رضي الله عنه. إذن المسألة التي تصورتوها، إذا كان هناك أمر عارض، احنا اتفقنا على أن التغليس أفضل. ولهذا اليوم ترى ليس بالإمكان بالنسبة للناس، الآن تغير الوضع في الحرمين مثلا، الصلاة في أول الوقت، وأقم الصلاة لذكري وعجلت إليك ربي لترضى، سابقوا وسارعوا. وهناك أيضا أنظمة مثلا في وزارة الشؤون الإسلامية للمساجد أن يصلى من الأذان في ثلث ساعة ربع ساعة، أمور محددة. فإذا يلتزم بها، وعلى الأئمة والمؤذنين الالتزام بها، لأنها حكم الحاكم وحكمه منوط بالمصلحة. ولو أن ذلك رجع إلى الناس لكان كل الناس فوضى، يصلي في أي وقت، وقد يترتب عليه ترك بعض الكسالى للصلوات بحجة أن هذا يقدم وهذا يأخر. لكن أقصد أنه إذا حصل أمر عارض لأهل الحي أو لأهل القرية، وكان الأصل أنهم يغلسون يصلون صلاة الفجر في أول وقتها، فهل يترجح الإسفار عند الأمر العارض أو لا يترجح؟ اختلف أهل العلم في المسألة على قولين، وهما روايتان عند الإمام أحمد رحمه الله. القول الأول أن التغليس أفضل من الإسفار، نقول حتى عارض ولا ما في عارض، خلوكم على التغليس، وهذه هي السنة التي استقر عليها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غالب حاله التغليس، وهو أفضل من الإسفار مطلقا. وإذا كانت مراعاة حال المأمومين في العشاء في التأخير، فأيضا مراعاة حالهم في الفجر أيضا كذلك، وإن كان في العشاء أمره أوسع، بينما الفجر أمره أضيق. وليعلم هذا عند الفقيه، لأن الواجب المضيق ليس كالواجب الموسع، فليس مثلا صلاة العشاء في وقتها كصلاة الفجر. هذا هو القول الأول، وإليه ذهب الحنابلة في الرواية المشهورة، وهو قول الإمام مالك والشافعي، واختاره ابن أبي العز الحنفي. هذا هو القول الأول، أن التغليس أفضل إلا في حالة المضرة والمشقة،
فالمشقة هنا تجلب التيسير. إذن والإمام الحكيم والحصيف والفقيه ينظر إلى حال المأمومين وينظر الأرفق بهم، فإذا اجتمعوا قام الصلاة، مثلا الصلاة في الحرمين ما يكون الوقت فيها طويل لأن المأمومين متواجدون، والمراد من الأذان إعلام الناس بدخول الوقت وانتظار المصلين، فالمصلون هنا موجودون. طيب، أما إذا كان الإسفار أرفق فيأتي هنا للحاجة، وقد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. قال أبو داود: سمعت أحمد رحمه الله مرة سئل عن التغليس بالصبح فقال يغلس إلا، شوف الفقه، إلا أن يكون ذلك يشتد على الجيران ويقولون لا نقوى فيصير إلى ما يقولون، واختار هذا بعض المالكية. القول الثاني إذن أن التغليس أفضل إلا أن يشق على المأمومين أو إذا اعتبرت فيه مصلحة راجحة. الراجح من القولين إذن الأول على العموم والثاني عند الحاجة أو عند تحقق المصلحة. ما الذي يترجح من القولين؟ الذي يترجح والله أعلم جواز الإسفار عند الحاجة والأمر العارض، لأن هذا الدين مبني على التيسير، وإذا جاء ونفي المشقة والمشقة تجلب التيسير والضرر يزال، وما اعتاده الناس ولا سيما أهل البلد الواحد أو الحي الواحد أو المسجد الذي ليس له ارتباط بعامة الناس، إذا اتفقوا فهم أولى فيما يتفقون عليه، لا سيما إذا لم يكن ذلك مستمرا، أما إذا كان مستمرا فلا، فالتغليس أفضل. هذا إذن هو الراجح. ما وجه ترجيحه؟ وجه ترجيحه من أمور: أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أسفر بالفجر دخولا، فدل على أنه ترك التغليس لحاجة أو لأمر عارض أو لمصلحة. ومن أوجه ترجيح هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف من صلاة الفجر أحيانا مسفرا وأحيانا مغلسا، وإذا ثبت هذا في الخروج من الصلاة فيجوز أن يثبت في الدخول إليها، قياس الخروج منها على الدخول فيها. وثبت عن ابن الجوزي رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث قال: في هذا حجة لمن يرى التغليس بالفجر أفضل إذا اجتمع الجيران. ليه يجتمع الجيران في أول الوقت وأنت تؤخر إلى الإسفار؟ فقد يكون اجتماعهم لحاجة فتقام الصلاة، ولو تأخروا فينتظر تأخيرهم إذا كان لحاجة. أما إذا تأخر بعضهم وحضر أكثرهم فالعبرة بأكثرهم. من أوجه ترجيح هذا القول أيضا قياس تأخير العشاء على تأخير الفجر، وأنه يجوز تأخير الفجر من التغليس إلى الإسفار في حدود الوقت عند الحاجة والمصلحة الراجحة أو عند دفع الأذى. التغليس من أوجه الترجيح أيضا التغليس بالفجر مع إسفار الجيران وأهل الحي يفوت فضيلتين: الفضيلة الأولى كثرة الجماعة، كثرة الجماعة وكثرة الجماعة مطلوبة، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده،
وصلاته مع رجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وهكذا كلما كثرت الجماعة كان أفضل. ولهذا من أوجه ترجيح الصلاة في الحرم كثرة الجماعة على المساجد التي في منطقة الحرم. وترجم ابن حبان رحمه الله في الصحيح فقال: ذكر البيان بأن المأمومين كلما كثروا كان ذلك أحب إلى الله عز وجل. وأيضا من الفوائد أنه تحصيل الجماعة للمصلي، فقد يأتي المصلي متأخرا ولا يجد جماعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سماها صدقة، ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، ولأن في ذلك تفويتا للجماعة عليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بالتخفيف والتيسير ونهى عن التنفير والمشقة، وإن كان طول القنوت مستحبا في نفسه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي حالة المأمومين، يسمع بكاء الصبي فيخفف في الصلاة لما يرى من حدب أمه عليه أو وجل أمه به، وكان يطيل الركعة، فإذا سمع وقع أقدام المأمومين انتظر الداخل رأفة بالمصلين، وهو الرؤوف الرحيم بأمته عليه الصلاة والسلام. وهذا يخالف ما عليه بعض الأئمة من عدم مراعاة المأمومين، إما من الإثقال عليهم أو عدم انتظارهم انتظارا لا يشق على الحاضرين. أيضا من أوجه ترجيح الإسفار لحاجة فعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فقد أسفر بالفجر بعد قتل عمر رضي الله عنه لحاجة ملحة صرفا للأذى عن الإمام أو المأمومين أو خشية الغيلة كما قال رضي الله عنه. فلما استقر الأمر وذهب الخوف رجع إلى التغليس. إذا قيل لنا: ما رأيكم فيما رواه نهيك أو نهيك الأوزاعي؟ قال: حدثنا مغيث بن سمي قال: صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس، فلما سلم أقبلت على ابن عمر فقلت: ما هذه الصلاة؟ قال: هذه صلاتنا كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما طعن عمر أسفر بها عثمان. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: يحتمل أن يكون أراد بذلك وقت الدخول فيها لا وقت الخروج منها. وترجم عليه ابن حبان فقال: ذكر السبب الذي من أجله أسفر بصلاة الغداة، يعني عثمان رضي الله عنه في أول هذه الأمة. وجملة القول والراجح أنه يجوز الإسفار لمصلحة. ولهذا أبو يعلى شيخ الحنابلة في كتابه الخلاف الكبير وفي كتابه الجامع الكبير ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله ليس له إلا رواية واحدة في المسألة، وهي هذه الرواية، وأنه الأصل التغليس ويجوز الإسفار عند الحاجة. ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو اختيار العلامة السفاريني واختيار الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله. ورد حديث آخر عن معاذ رضي الله عنه قال: لما بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: يا معاذ، إذا كنت في الشتاء فغلس في الفجر وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم، وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر فإن الليل قصير والناس
ينامون فأمهلهم حتى يدركوا. هذا الحديث لو صح لكان فيصلا، لا سيما في أذان الفجر في الشتاء والصيف، لكن الحديث ضعيف عند المحققين من أهل العلم. فيه الجراح بن المنهال، ضعفه الإمام أحمد وابن المديني والبخاري، وقال النسائي والدارقطني متروك، وقال ابن حبان كان يكذب في الحديث، ناهيك عن نكارة متنه، ولو ثبت لكان حجة قوية. ولكن في الصحيح، يعني في الأحاديث التي وردت وأن أكثرها في التغليس وجواز الإسفار لحاجة، ما يغني عن الأحاديث الضعيفة. بل هل الموضوع، قال ابن المنقن رحمه الله، والإمام الملقن له كتاب في شرح عمدة الأحكام اسمه الإعلام في شرح عمدة الأحكام، قال رحمه الله: ولم أرى من قال بهذا التفصيل، وقد اجتمع به وقد احتج به بعض العلماء كالإمام أحمد رحمه الله وابن تيمية. هذا ما تقرر وتحقق إراده في هذا الدرس، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، إنه جواد كريم، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وأن يحقن دماءهم، وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، إنه جواد كريم، وأن يغفر لنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.